إن هادنا دد ما عرفت الشعب مس دد ما عرفت عيدنا إنه دد لو استاجو باورتو دي إيو إيجو وحلا جرسيو ومركي اللي بعض وين دي كرنا ما عن وح ما عرفت أوجب ما عن وحلا يبين ورب الله ورمحاكوس جري إن ما عرفت أجاسمي وزارة جديد كأكو حد قدي صاد وستي إيو شعوب تادي أنت أسلاك وكنت المام دد ما عرفت عناصيره إثيوبيا كأي دلين إن ما رين التغالب هاي ولي ماشي الوسي هاي وعي كنت سيسا كنت تكرف الأودين وما عرفتي ومدحوينها إيو الدولة دا أي سمين عيان هدي لكن لو هايو إن ما قرنسا أقاسما إن ما أنتو دد عايو دان أقاسما يا هايو وزارة دي قاديد كو نحفر ليو أو الدولة دا الشقيسا دي لربا ولي وحاوا عقدة دي إيو حاتها اللي إيو ما عرفتي إيو إيا كان عرفتي دولان تي إيو حاتها اللي سوق وستي دولة دا بارك أرين تاسين وحاوا أي واحد رباحي كنت هاي أو نسيب الرؤية كنت هاي مدحوينها الدولة دا فدرالك الصومالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن أوناكسن ضوضي اللي قستيال إذ الكينبا ملك الصوت جوكتان halkani waa TV-ga Shabeelle harunti saddexe ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada wareysi gaar oo aad u xiiso badan isla markaana uu marti inuu yahay studio-ha koobaad ee Shabeelle engineer Nuur Sheikh Cali oo kamid ah golaha aqoonyahanada Soomaaliyeed ee fadhigoodii ay magaalada Muqdisho oo aanu wax ka weydiin doono dhowr xaaladood oo qoseeya gudaha dalka Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyso todobaad kan gudhiisa falka dhacay gudaha magaalada Muqdisho oo ciidamada ka tirsan kuwa amniga dawladda federaalka Soomaaliya iyo shakhsiyaad saraakiisha ciidamada booliska ka tirsan kula kaceen qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo u dabaal degayay maalinta la aasaasay maamulka Koonfur Galbeed iyo calanka maamulkaasi oo ay ugu dabaal degeen gudaha magaalada Muqdisho balse muqaalo ay warbaahinta iyo qaar ka mid ah bulshada soo qaadeen ay muujinayeen iyadoo ciidamadaasi qaybtood ay bartilmaameedsadeen bulshadaasi Soomaaliyeed ee ku guda jirtay xafladdaasi dabaaldega iyagoo aanan wax dhibaato ah iyo amni dare iyo sidoo kale fowdo kalaba ku jirin balse munaasabadoodii laga bartilmaameedsaday sidoo kalena la arkayay shakhsiyaad la dilay oo jir dil loo geystay iyo kuwo kale oo ay ciidamadu ammaanka liif garaaceen qaar kalena ay handadeen dowladda Soomaaliyana ka qaadin wax talaba ah hadaba aqoonyahanka ayaan arintaasi xaaladaha kale ee dalkaba ee wareysiga inta uu socdo dhowr su'aal ka weydiin doonaa injineer Nuur Sheikh Cali marka hore ee ku soo dhawow Shabeelle ma sha Allah waa ku dhawow Shabeelle aad uma haysatay falka ka dhacay Muqdisho dhawaan ee habeen ka hor maxaa lagu tilmaami karaa aad uma haysatay idaacadda Shabeelle iyo telefishinka iyo wariyasha maaragtay cameramanka iyo maaragtay farsamayaqaanka iyo adiga oo bayska حقيقي وحندري من سدعة تبانكي نوفمبر مالين كوين صور يستعي هيد أو كونفر قلبيت على كودي يو ماركتي إني صوب بندقان أيوة ماركتي حفلة دوا وين أو هدولا يكورو يعني مجال ذي مقدس شكوكا بنا أي حقيقي بشي مالين كي بشي هبين كي لبي تبناد حالي ما أني هبين هري هيد لبا هبين حفلة ذا سير قبين ومارت برامج كاسي سمين عين حقيقة وحنا كل شيء أنت أنا هرت أنا قلنا دتك وح سواء بقولي معركة ما ده حنا سواء ما بقولين ما ملك أنا سواء ما بقولين لكن دت الشعب هو معركة على الكودي بلش الصومالية بلش الصومالية ده هاين وعاصمة دو دي كفاح هاي وهدول هاي كورو هاي معركة ربع هنا معركة حفلة كو خبصة عاصمة ده وحنا ملاين يا بيش مركة اللي بيجي طبعا كهاد هبين هري وحنا أركي إن وليه جوب جوجا كهين مرضى برا كسر تجيو شو سلمي ده أنكو أركي نمن معركة ولا لو بكرة عايو معركة لأن يرى أصوب أصوب بحي إن أي معركة أي أي كو أويا مقالة المقدشو مقال اسم فرنس مقاله حقيقة دي أرين تاسي وحنا نقول نغتى أرين معركة وفجأة شاء أرين تاسي مركي أفير إن يو نودين يو نر وردت كان محيا هاي أنا أساس لوج لها يو معركة أساس أوج لها وحالي روا معركة تليها معركة جيك بونتي بورجورا مقعي سيساس أنا لو قبل كبنادر حقيقة دي أنت أسي إسلام مركي بمعركتي حلبانا لحريرني أو معركتي برمان كفدر على الصومالية إسلام مركي بجوابي كسب حلبانا دي إسلام قبتي مدين برنامجه معركتي شادي حفلة دي كسب غيب جلين أيجي الشعب كقبل الغادة مرضى بين سن واحد دعين إنه معركتي أري ما هسي طلاب شرعي على غادة حقيقة دي معركتي ليها بوليس كغيب تقود يو نبص جدا أنت بوحاول تلاوين هذا أي غادين مركي أنا كسب تقدر عدا سوفاش وحنا معركتي ودش شعبه
maaragtay xafladaha sameysanayo adduunka waxa lagu qiimeeyaa caasimadaha waaweyn xafladaha noocaas oo kale waqsaq dhaxay tahay oo waliba dadka inta soo labisteen oo maaragtay gabdhihii quruxdoodii iyo dahabkoodii inta soo xirteen oo tabanka ma xiga dambeeyay ahayd waqsaq dhaxay ahayd oo maaragtay in dahabkoodii ay soo xirtaan oo maaragtay ayagoo qurux badan oo maaragtay ay soo baxaan oo magaaladii caasimadii baris magaalada inta yimaadaan oo ay xaflada ku qabsadaan waxay muujinaysaa bigjar ah in maaragtay waddanka uu amni yahay oo uu yahay ay la tartami karta caasimadaha maaragtay wadamada maaragtay yurub oo kale iyo maaragtay afrika oo kale iyo carab oo kale laakiin xaqiiqdii haddii dadkii laga dilo maaragtay beeskii maskaxda laga dilo oo maaragtay inta la garaaco oo dadkii inta maaragtay raba inay maaragtay si xafladaasi ay ku dhammaystaan boliiskii loogu talagalay inay amnigooda sugaan ay inta maaragtay garaacaan oo social media haddaad gasho waa ku arkaysaa oo maaragtay wax qarsoon maaha arrintaasi laakiin waxaan ugu mahadcelinaynaa taliska qeybta guud iyo taliyaha ku-xigeenka nabadsugudda waxaa la amnigooda ballanqaaday oo si sharaf leh iyo karaamo leh saddex meelood ayaa lagu qabtay xafladaasi oo magaalada muqdisho ah oo waaweyn dad waxaa kasoo qeyb galay kumanaan kun oo qof kasoo qeyb gashay xaqiiqdii waxaan ugu mahadcelinayaa taliyaha ku-xigeenka nabadsugudda oo amnigeeda maaragtay haddii aad social media ku aragtay ninka hadda kolle magaciisi maxamed gaacayna gaacaye saasin la yihahdaan umaleyna cabdulle iyo macalin mahdi intaba waxaa waayey booliiska xil gooni ay iska saareen xalay markii tii hore ay ku fashilmeen oo arrintaasi booliiska ay sameeyeen xalay waxay go-aansadeen in xafladaasi ilaa ay waayo uu ka baryahay amnigooda ay sugaan maaragtay boliiska iyo nabadsugudda dadkaasi banaanbaxay oo boqolaalka kun oo qof ka koobnaa oo saddex meelood inta ku qabsaday xafladii oo kusoo bandhigaya shucuubtoodii iyo calankoodii iyo dadnimadoodii marka arrintaasi ayay saas u dhacday waa gartay su-aasha taagan ayaa ah marka magaalada muqdisho waa la arkayay qeybo ka mid a bulshada soomaaliyeed oo gobolada kale ee soomaaliya kasoo jeeda oo u dabaaldegayay maalmaha ay asaas ahaan ku beegan tahay dowlad goboleedyada ay deegaan ahaan kasoo jeedaan misle xitaa waxaa la arkayay bulsho u dabaaldegaysay astaan qabiil oo ay samaysteen iyo maamulo aanu ahayn kuwii saxda ah kuwaasna lama bartilmaameysanin oo xitaa waxaa la arkayay shaksiyaad kale oo ciidamaa iyagoo ka qeybgelayay rasaas kor loo riday oo aada u tiro badan farsa magaalka gudaheed mana jirin cidi soo istaag ku samaysay ama dibka xitaa kaga hadashay marka bulshadan kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo astaantii maamulkooda iyo is-aaskii maamulka u dabaaldegaya misna muujinaya dadnimadooda iyagoo aanan xitaa hub ridin ama wadooyinna xiranin in lagu dhiirado ay shaksiyaad ciidamada ka mid a iyo saraakiil ay falkaas ku kacaan maxaa dusha ka riixi karaa isleedahay ma laga yaabaa inay wax kala qarsoon yihiin waa mahadsan tahay waa su-aal qiimola waayo oo arrintaasi maaragtay meesha ku jirta ma ahan markii ugu horreysa ma ahan waxaan u maleynayaa tan waxaa ka horreysay ciyaarihii maamul goboleedyada sanadkan gudihiisa markii la qabanahayay ciyaaruhu moogtaa waa isdhexgal bulsho waay sideedana maaragtay markii qofka uu xafladaha la samaysanayo waa isdhexgal bulsho waay sideeda xaqiiqdii markii la yidhaahdo koonfur galbeed baagsigii hore oo markii ciyaarihii ay dhici jireen maaragtay maamul goboleedyadii markii garoonka lasoo galay waxaan u maleynaa ayaga iyo inay galmudug ahaayeen aan u maleynaa ha laga badiyo waxaa la rabaa moogtaa ciyaar waa lagaa badin karaa waana badin kartaa in maaragtay ayagoo laga soo bidiyayo in maaragtay labada koox ay salaameen oo maaragtay laisku hambaliyeyey in haddana dad maaragtay shacaba mise dad maaragtay ciidana in waddada loo istaago oo baabuurtoodii iyo iyaga wax la gaarsiiyo waa markii labaad waayaan dhihi karnaa ma ahan wax maaragtay uguba ma ahan xalay iyo habeen hore bilowda ma ahan arrintaasi hadda waa nasiib xumo waayo oo maaragtay dhinaca amniga xaggeeda mas-uuliyaddana waxaa qaaday dowladda federaalka qaadaysa mar walba in xaggaas uu ka yimaado maaragtay habac maaragtay oo dadkii in bartilmaameed qaasa laga dhigto soodwislaakiin tii hore ciyaaro waxay ahayd dad shacaba dhagaxan tuuray hadda ciidan hubsitay oo dadkii beegsanaymeesha goobjoog ayaan ahaa aniga marka ficilku dhacay goobjoog ayaan ahaa meeshaan marayo talehan anigaaba jooga meeshii xaqiiqdii waxa waaye maaragtay booliiska siday ula dhaqmeen dadka shacabka arkatirsanula dhaqmeen shacabka waa arrin fool xumay ahayd xaqiiqdii waxa waaye arrintaasi haddee xildhibaanadana waa ka hadleen oo markiiba maaragtay telefon laakiin ficil baa loo baahnaa soo ma ahan waa loo baahnaa dadka waxaa loo baahnaa mar haddii laleeyahay dowladdii waa dowlad soomaaliyeed sax sooma ahayn in la arkaa dowlad la xisaabtanta kuwa ku kacay falkaasi si aanay britta usoo laaban sida hadda ay ballanqaaday oo xildhibaanadana ay ballanqaadeen arrintaasi in la daba joogo oo dacwooyinkoodana laga furi doono insha allah haduu ilahi xeeraalinta iyo maxkamadaha waa noo ballanqaadeen xildhibaanada kolle iyagaa ma ogtaha dadkii mas-uulka ah annagoo ka aqoonya hana ahaan laakiin waxaan gaarsiinay kornogti aan isku xirnay dadka shacabka iyo ma garanaysaa iyo maamulkii xildhibaanadii in maaragtay arrintaasi ay tallaabo cad ka qaadaan waxaan kugu daraa anigu maaragtay hadda midda booliiska waa mid social media oo dadkii bannaan oo dadkii moogtaha waxaa loo baahan yahay dadkii u lagu garaacayo sida dameerihii oo kale in lasoo saaro
waxa ka sii daran maaragtay hayaad mool security-keed laftirkiisa inay xabada ku rideen dadka shacabka oo maaragtay qalqal galiyeen ayagoo maaragtay business-kooda iyo ganacsigoodii dad ganacsata ayagoo yeen in shacabkaasi hadana ay inta xabadayaan oo maaragtay oo ilaaladii meesha hata xabada ay yeeleen haa ila security oo waxaan ka hadlaa maaragtay oo hayaad mool xaqiiqdii arintaasna haddii hayaad mool waxa loo baahan yahay inay garaawasho ka bixiyaan oo maaragtay maadaama ayagu dawladda ma ogtahay qaab lala xisaabtami leedahay askariga waa lala xisaabtami karaa taliyo leeyahay xeer maxkamadaha lala tagi karaa waxbaha maaragtay waa la su'aali karaa oo problem لكن حياة مول إن شعب يكون يدو معركة رصاص يكون يدانو وبرقي ووناء وما بلسل الدول حرارة ومعركة يسميانو أرين تاسي وأرين السيب در رأوه مركة تاسي شعب كيش حالة برنام بحاية وتالدة إيه مركة كهلا يوابق وآري وكو قارين إن معركة حياة مول وحي ما أنت كدن بي إنسا معركة دع شعب كسو جيدو كونفرق البيت إنسا كاكا نعسن صارتو حابا نعسي قوا بيسنس هو إنسا ما يسان حياة سينة كوفي عنيد رصاص أسا مركة وحياة لو نفذ مياه كده شاي ما رصاص أسا ده كل كورن والور دي دتك لكن أنا قانر كي نتضان ودن يرا معركة أول وقرا عيو وعين لكن عبر وحكونا عين معركة وحرر 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 مول إنا مالك إيش هذا مكان حياة مول إنا دتك شعب كأو مركزي إنا حياة سين تود يكون ترسال إنا بيها أقربيان أو بيها كيف هاي الاستان كيف هاي الاستان بيسنس كوز ضبط وعمل لي حياة مول ما عرفتي لكن إنا الرصاص كل ذان أنت هسي وحنا ملينا وحرب أنا نوصل لها منو ويا هاي مجال ده ممكن تشوع عاصمة دي صوماليا دتك ودن إنا كده حيسا أيانا ديوان كأو جرتا ما دامت عاصمة أمدهد Somali عد كم خلنا أي سنجرين دعدوين كنوع عن صورة لا تواجه دم ده مربع قلا شارك له حرن أي سمينا يان سجار أهنا عاد حستي إن يوم مقطع برتين ما مات كصعدة بالشدة أو كسر جد سد حق قبل الدولة قبلات ككون فرق بعد وكتليه عاصمة الصومالية صور نوع أي دعدوين كوجود بين كرتاع بدك الصومالية برتين ما مات كلا وصورة لا تي مسي قبل كان كل سوني waxa la isla leeyahay inay muqdisho yeelan xarunta dawladdii dhexe caasimadda dalka la leeyahay haddana la rabo doorasho cod iyo qof ah xitaa in laga sheekeynayo marka sidee ugu dhiirran karaan dadka badan hal milyan oo bulsho Soomaaliyeed ama malaayiin baan dhigi karno oo saddex gobol ka soo jeeda caana ku ah khayraad dabiici ah oo bad iyo bari iyo dunyo kale iyo ganacsi kale sidee ugu dhiirran karaan warka ah doorasho cod iyo qof ayaa muqdisho ka dhacaysa iyo Soomaaliya maasantahay waa su'aal muhiim ah waaye horta bigjarka ay bixisay maaragtay koonfur galbeed waa bigjar aad u aad u cajiib ah waa sababtu waxa waaye maaragtay boqolaal kun oo qof inay yimaadaan oo ay kasoo qayb galaan xaflad oo maaragtay ay ku muujinayaan shucuubtooda waa dareemi karnaa maaragtay wax meesha ka jira xaqiiqda marka su'aasha markaan u daadago maxay u dhacdaa mar walba in gobolka banaadir xaqiiqda gobolka banaadir hadda waa dareemi karnaa dadka soo dugsti maxay ay kul waxay bigjarkaas waxay diraysaa doorashada dhici doonto oo madaxweyne xasan uu ka dhawaajiyay doorasho qof iyo codaa la gaaraa hadday dhacdo waxaan dareemi karaa maaragtay in dadka soo dugsti ay fairest one brim ay qaadayaan haddaysan qaadin gudoomiyaha gobolka ama madaxweyne aysan qaadin sababtoo ah shucuubta marka cabsi baa laga qabaa cabsi badan oo laga qabaa maaragtay in arrintaasi ay dhacdo yaa waxaa loo sameeyaa maaragtay waxyaalo badan oo ka hortaga in maaragtay social media ay soo shaac laakiin xoog iyo awood iyo maaragtay imkaaniyaadkooda isku tashteen soo dugsti ayay ku soo bandhigeen in maaragtay ay caalamkii oo dhan laga fiirsado hadda ma ka hadlayo gobolka banaadir kale ka hadlamaayo hadda Uganda oo kale soo dhaqayo kale iyo ilaa iyo maaragtay Yurub oo kale maaha maamul goboleed lamid ah oo hadda Soomaaliya oo kale Soomaaliland ay tahay Jubbaland ay tahay iyo Puntland ay tahay maaha waa dad xadaarad oo maaragtay dowladnimada markii la yiraahdo iyo maaragtay halgamadii la soo maray iyo federaalkii intaba waxa waa dadka u ah waa base-ka waa dadka soo dugsti marka arrimahaas oo dhan marka la isku soo duubo waxaa loo diidan yahay inay maaragtay codkoodii iyo maaragtay shucuubtoodii iyo maaragtay aragtidooda inay soo bandhigaan oo ay waxba lama garab leedahay taasna anigu taa u qaaday sababtu waxa weeye mar walba maxaa soo celcelinaya in ma soo dugsti haddii ciyaarayaan maaragtay la jalaafooyin la dhigo haddii ay soo baxaan oo waxaan banaanbax maahan banaanbax oo maaragtay oo maaha rabshado ma aheyn xataa banaanbax laguma tilmaami karo waa xaflad waa dad xaflada dhigan dabaaldeg buu ahaa oo magaalada Paris magaalada inta la yimid barkoodi iyo dahabkoodi iyo maaragtay la soo wada xirtay dhalinyaradii maaragtay boqolkiiba sideed ku muuqanaysaa sid inay jirto waa de wax meesha ku jira waa sababtu waxa waa in talaabo cadlaqa waxa ku muujinaya haddaysan ku jirin sid waxaan ognahay hadda ka hor markaan xoogaa dhinac kale u baxo maaragtay agaasimo waaxid agaasimaha maaragtay oo wasaaradda gaadiidka ayaa ka hadlay maaragtay oo yiri maaragtay dadka soo dugsti
هدول هاي كورونا هو معركة ضد أو برسين بيه وعلا وكله كتل معاي. ومركب كه اللي أرنتي لسكوها اللي لسكوها اللي سياسة حق يدور معامل كي دولة 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 إيه ما إن معركة يا قاسم يا أنت سوق عانو مالي مادان وإيرادان معركة سود ويستي ضدنا وشعوبه أو ويران. هريم كل مقنية كوري لا يهوس أه حاجة عيدا كا بالشدة قاري مسؤولين الدولة ده. أنا حرير حق إسرائيل بطل الله سنة شكك وحق كينا يا دينا قاسمي حلك على قد غادين كي يري ما عركتها أنا ما عركتها دات كي قان ما عركتها حاكم إذا نيكا لودي بي ما عركتها عبد الرشيد جيلو يوكالي حلو هاي سفيعا سوبتو أفر الله تنسع قدو حلكي سوى الله والله قد غادين أرجي أرناع في ماتكوها ورمحا كوز قري إن ما عركتها قاسمي وزارة قاديد كأكوحد قد بي صود وستي يو شعوب تادي انت أسلائك وكنت المامي دد ما عركتها عناسيرة وإتوبيانك أي دلين إن مرين التغالقو هاي ولي ماشي لغسي هاي وعي كنت سيسا كنت تكرف الأبوذين وما عركتها ومدحوينها إيو الدولة دا أي سمين عيان أرنتا سي هادي دادك صود وستي واكدي ديان وحي كجرت هجي سيدي أي قارين ما عركتها صود وستي إيو هي كجرت أرنتا سي إلا هادة تلاوضا سيولي لما قادين سواتو عوا بحمد عبد الرشيد جلي هادي لغا قادي حلكي أفر الله تسع لغا قادي إنو نكان سي هاي ما عركتها إن كبه مدام قوم يدبر أم أحد قدي وكوستي وكوحد قدي أرنتا سي وانا سيب دروا مركا يسكا تاسا كينيس واي هاي مركا بحستي من عبد الرب إنا يسد يو كورسي يو انا وحب الله اقلنا اي موقنيسو ارقنا يتصداد شكتين من كانين نعكم كفر قلبين مدح دودا او حلبانا يو وزيرا يو سراكيل يو متكلب الله او علمي عامي سوو جران يقو نبال ملا اوران كراوي قبين وحي لقرب انا يموجيه مايا حقيق دي حنكو شيقة هورتا فعل كان مركو دعاي ما فعل دو اذا مركا اسار سار نما دام السبت كان اقرأ تصالة مركان تصالة مركان اسو قادو مدح اسكو من ماها هذا عن لاين بارلمانك هي ما لحد السرية مثل صوت قصة دي عن لاين دكتور سمين معها إسلام مركي سوب بتذهبين لو يدوح حاجة جري مركي وبرنامج كان دعاي حلم أنا إسلام مركي يمد وتدرس صاحبين ما قوي متشعب كيو ما أعرف ترى اللي قلم بيعيو يري أنا قاعد بقلين وحلم أنا فترة لو كسر جيد صوت قصتي واي أرنت كلام ما أعرف تيجي شادي قو ما أعرف تي كونفور قلب ما لحد كونفور قلب مثل ما لحد ديت بالكي جابس واجرة أو أريما إن بركشر لصارو سيدا قاسمها نو كان إن حلك لقى قادو إن ما أعرف تي إسلا حساب تلا سمايو فلكي هلون رد عليك هلا تي اسبرتيبا وكلام ما عرفت اسل عصابتنا اللي سمايو هري ما هسواها بوليد مركا وحا كينا مدعين سما مدعين وحا وايا اسل عصابتن كاسي وحا موجين وايا مدحدي ما عرفت هدي اهلا سود وستي هدي اهلا تكو فدرالكا هدي اهلا هيد ما عرفت مركا هري ما هسورنا مركا الفكزو وحبي كليين لغي كليين انجنير وحا جرتا ان لما قعابي رئيس الوزراء كحجيان لباد اول سيي كونفور قلبين عبد السلام ادانو قلد مقع يوه جرجار فربضان واركي بريهان ان لودري كونفور قلبين مركا arintan gafka ah ma waxay qanacday konfur galbeed baa la oran karaa xilal kan iyo waxan kale ay socdaan konfur galbeed reesuar ku xigeen maanta uma bilaaban oo waagii sheekh shariif laakiin waxa dhacay baan ka leena waa heshiiska kumar bees la galo madaxweynaha markii oo la ansixinayay dastuurka oo la galay xilbanaada jiray oo ah in ma aragtay hadii uu siinayo reesuar ku xigeen oo waxyaalo badan oo ka ma aragtay oo cabashooyin ay gudbiyeen oo agaasimayaasha waxa kamid ah oo wasaaradaha kamid ah waxa kamid ah maamulka gobolka banaadir kamid ah digmooyinka qaar in saddex digmaan la siinayo intaas madaxweynaha hadda mid kaliya hadda laga haayo oo madaxweynaha uu soo bito ka jawaabay waxay tahay mid ra'iisul wasaaraha ku xigeenka oo maaragtay Cabdisalaan Dhaay oo magacaabo nin dhalinyara oo mutacallima oo aan garanayno howlaha uu soo qabtay waa aad iyo aad aan ugu amaaneyna oo ugu hambalyeynayna laakiin looguma fadhiyo madaxweynaha waxaan ka rabnaa maamulka gobolka banaadir barsantid markii la yiraahdo haddii uu madaxweynaha wax fahmayo mise uu aragtidiisa dheer tahay maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka war dadka isku soo baxay xalay iyo habeen hore markii la fiiriyo boobilishata waxa weeye gobolka banaadir dadku ku nool saddex markii loo qabay laba meel waa وأنا هلان وحقوق ضدي يا معرفتي وح إليهن وأنا هلان هدي أهان لهد مويكا هدي أهان لهد معرفتي قدامي كحجنا ده هدي أهان لهد هدي أهان لهد أجاسي مياش معرفتي ما هو القبل كبنادر أنت بوح اللوب هاي يا معرفتي إن أرنت هسي أي دولة أي في رجع رأوي نبت ويا وحرب أنا كوي ديو ما دام تهاي أخويها الصوماليين واقع عيرنا الله صوت عاسم ما دقت قصة أنت هاي كيسس كبعية أو أي لكل من سنة كان جديس أو قرع بالشدة كون فرق البيت وأنت أنا هذا كهذا لو حكوي دينا كجران maxaa ku soo beegay dawladda madaxweyne xasan sheekh oo hoggaaminaya inay waxaan oo kiisa dhacaan iyadoo aanan dawladdii hore dhacdooyinka noocan la diiwaan gelin marka laga soo tago arrimo siyaasadeed maxaa kulmiyay dawladda madaxweyne xasan sheekh iyo intan oo kiisas ah
ومهسنتا يرتا وحسن ونمان أقام وايو نمان مارك تيشا ديقو حسن شيخ ونمان أقام ونمان صاحب النهو واي حقيق دي وعن كوشيغا حسن دادك كهو شغي دولك دي هورو فرماجو وحنو مالينا سود ويستي وحتى ميلو الباء هادان ومارك تيشا ديقا لعدين كنو عم باكاد مدعجرين بدعو علا لغوتي المامي يرتي لبراوعي وحاكينا وحاكينا دادك حسن شيخ حيلدي ساح اكتدي ساح مثل دادك قعمتي سمديقا او انا نفهم سنين وعي جرئيو صومالي لماذا إيو ودني شخصيات كقارن هي كم راح يورها أنا جرين يا كينيس حسن مركب وعلى بنا نوع عدد كنوع عصو كلا إنه أستجي ما عرفت الحساب تسمى يو ومدة كغبتو ما عرفت يو هذه حلها يانا حل كاس لقى قالوا دد ما عرفت يو حاجرة ما عرفت مصر أو بي إتش أو دد أقول لا جرو وعي وكفوا فيها قبيل لكن هذه وحن كرنا وكجرو حقا وكجرو هذه لكن لو هايو إن ما قرنيسا أقاسما إن ما أنتو دد عايودن أقاسما يا هي وزارة دي قاديد كو نحفر ليو أو يدون الدنا الشقيسا دي للربا ولي وحاوة عقدة دي وحاتها لأيو ما عركت إيو إيا كان عركت دولان تي وحاتها لسود وستي دولان بارك أرين تاسين وحاوة وحيد رباحي كتاهي أو نسيب الرؤية كتاهي مدعوين ها دولان دفدرال كصومالي واقرتي محلو بهاي مركو تلابوين أه سي لو هلو قناع صارم أمدين وحال لو بها هي كومبرميس بدنا عجلو هشيسي بدنا عجلو دولة فترة هالكا ايو سود وستي ايقلين او وحال جلو حل بانا فترة هالكا ايو مدحوينها ايقلين مدحوينها وحال لو بها هي هشيسي دي لقلي 1 2 3 انو كفولي او فوليا لو بها هي هدي هان لهيد باور شيرينكا باور غيبسيكا هدي هان لهدين عسراكيش عيد مدى هدي هان لهدين عما عركتي ايشا ديك اوكي ما عركتي سراكيش دلع 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 سي دلع انت لسي عيد مدى هدي هان لهد انتاس وحلو بايا مدحوينها انو سود ويستي ما عركتي حقوق دي كل دي دولة فدرالك الصومالي وانا كيشا